عقد مؤتمر صحفي حول توصية المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال في مقر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. نعم، وخلال المؤتمر تم التطرق إلى التوصيات التي خرج منها المنتدى والذي عقد تحت مظلة جامعة الدول العربية في إكسبو دبي بمشاركة أكثر من 500 مشارك من 100 دولة من ممثلي الحكومات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والعديد من الشخصيات، حيث ناقش المنتدى عدة مواضيع تختص بريادة الأعمال والاستثمار بهدف تكوين منصة انطلاق من المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال لتطوير الاستثمارات المشتركة والتعاون وتيسير التجارة. كما تم تكريم رجل الأعمال السيد فاروق يوسف المؤيد خلال المنتدى إثر دعمه المتواصل والمتميز للتنمية الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. والله طبعا هذا شرف لي ان اتكرم، وهذا جزء من واجبي كرجل اعمال ان احاول اطور رواد الاعمال الصغار. فكونا مثل ما تعرفون مركز لتطوير رجال الاعمال في بداية حياتهم. انا مسرور كثير بعدد رواد الاعمال في البحرين اللي طلعوا من البرامج اليونايتد نيشنز، لأن هذول يكونون عماد الاقتصاد بصراحة، وبنموهم ينمو الاقتصاد البحريني كثير. فشفت العدد منهم اللي تطوروا وكبروا وطلعوا عالميا كذلك، وهاي وايد مهم الحقيقة. نعتز في مملكة البحرين بتقديم النموذج البحريني لريادة الأعمال، واللي أطلق مكتب اليونيدو أو الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين، وصار نموذج اتبع في أكثر من 54 دولة في العالم من الصين إلى أوروغواي. جدا فخورين بأن بلدنا الصغيرة أعطت هذه النموذج للعالم كله كهدية من مملكة البحرين للعالم.